السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الصحة والجمال ومشاهدي برنامج مستشارك القانوني. النهاردة في حلقتنا عايزين نتكلم عن مواضيع مهمة جدا بتهم كل مواطن مصري، بتهم كل أسرة، بتهم كل زوج، بتهم كل خطيب وخطيبة. الحاجات دي يا جماعة بتبقى مهمة جدا، لو ما كناش نحط الأسس والقواعد من الأول خالص بتحصل المشاكل اللي احنا بنشوفها، بيحصل الطلاق وبيحصل الخلع وبيحصل الانفصال بين الزوجين، عشان من الاول خالص ما كانش فيه قواعد للزواج، ما كانش فيه ارتباط بين الزوج والزوجه او الخطيب وخطيبته، اتفقوا مع بعض، ما كانش فيه ان هم يقعدوا يتكلموا مع بعض ويشوفوا هل هي هتكمله ولا هو هيكملها، ولا في اختلاف في المعلومات بينهم، ولا في اختلاف كبير قوي في الافكار والشخصيات بينهم. كل الحاجات دي هنناقشها النهارده في برنامجنا، برنامج مستشارك القانوني، مع ضيفي المستشار وليد عبد الحميد. اهلا بيك يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب. في مقدمه برنامجنا بنقول ان هناك مشاكل كبيره جدا وبتاثر على المجتمع المصري وبتاثر على الاسره المصريه، لو ما كناش من الاول خالص بنتحرى الدقه في اختيار شريك الحياه، سواء كان خاطب او خطيبه، كل واحد منهم بيبص بمعايير معينة قوي، سواء الخطيب أو الخطيبة بتبص بمعايير، أنا عايزة واحد غني، عايزة واحد يكون مستوى معين، بس هل اللي انت بتختاريه دوت مناسب ليكي في فكرك، هيقدر يحتويكي بقية العمر اللي جاي، ولا انت برضو عايز واحدة جميلة بس ومش عايز حاجة تانية غير ان انت بتبص للجمال بس، ما بصتش لأهدافها في الحياة ايه، تعليمها ايه، هتقدر تناسبك مع الأسرة ومع أولادك في اللي جاي، هتقدروا تعيشوا ازاي وتكملوا ازاي. كل الحاجات دي بتبقى مشاكل حضرتك أكيد بتصادفها في محاكم الأسرة المليئة بالأحداث والمليئة بالمشاكل بين الزوجين في أول زواجهم. انا بتكلم في اول الزواج، لان بنلاقي ان في اول الزواج بتحصل في معالي المستشار مشاكل قبل الزواج. طيب هنتكلم عن المشاكل اللي قبل الزواج وهنتكلم عن المشاكل اللي بعد الزواج. هبدا معاك واقول لك في الاول خالص، يعني قبل ما ندخل في القانون والمشاكل، القواعد اللي ممكن الخطيب او الخطيبه تبني عليها اسس ازاي اختار شريك الحياه. هو حضرتك سيدنا محمد رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام حسم هذه القضيه، قال تنكح المراه لجمالها ومالها وحسبها ونسبها، فاصفر بذات الدين طربت يداك. ولو نشوف السنه النبويه المطهره المعطره تلاقي ان في صحابه من صحابه رسول الله كانوا خلقهم جميل واخلاق رفيعه، قالوا معاك تولم؟ قالوا لا. قالوا طب معاك شاه تعمل الوليمه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الاشهار في الزواج. شوف من ايام الرسول صلى الله عليه وسلم الاشهار، اشهره بالضف واولمه. قالوا طيب معاك ايه مهر ليها؟ قالوا معاك 3 تمرات. وامر الصحابه يعملوا له عشاء وتم الزواج. يبقى المعايير هنا قبل الحلقه وقبل حركة القانون زي بالظبط. فهنا قبل اي حاجه كان رسول الله بيشترط الخلق، لان هو خلق الرجل هو اللي بيستمر، مش زي بعض فكر العامه والعوام يقول لك ما يعيبش الراجل اللي جيبه. بنشوف والله منازل اثرياء واغنياء وبيضرب مراته ويتجوز عليها 2 و3 ويطلق ويرمي عيال هنا وهنا وبيخرج للمجتمع مبني. مش كل الاغنياء بيعملوا كده ولا كل الفقراء بيعملوا كده. حسن الاختيار، يعني الواحد بيشوف بيته، وعشنا في بيوت ابهاتنا وجدودنا وشفنا الأسرة ممتدة والزوجة بتستحمل، يوم النهاردة في فلوس ما فيش فلوس، الراجل كان جنرال والنهاردة بقى متقاعد، كان بيشتغل في وظيفة سيادية وما فيش، ومكملين مع بعض. هي دي الحياة اللي هو بالإنجليزي بيقولوا عليها أحسن مننا فيها كمبانيز، الصحبة. تمام. طيب أنت يعني أوجزت في أن الاختيار بيبني على الخلق. على الخلق. الخلق بالنسبة للزوج أو الزوجة أو الخطيب أو الخطيبة، أهم حاجة أن هو يصفر بذات الدين، اللي هي بيبقى عندها دين وعندها خلق. طبعا. دي اللي هتقدر تكمل معاك واللي هتقدر تصبر. بالنسبه اي برضه لسه ما دخلناش في موضوع الحلقه، والنسبه للاهل بقى، سواء الاب هنا او الاب هنا والوالد هنا او الوالده هنا، في بالنسبه للابن او البنت دورهم ايه؟ يعني انا النهارده لو شاب لسه جاي في بدايه حياته والاب عايز يامن بنته وده حقه، يقول لك لا انا عايز واحد غني عنده كذا وعنده كذا وعنده كذا،
هل ده صح ولا المفروض بيشوف أخلاق الولد إيه وبيبدأ من خلالها إن هو حتى لو يقدر يساعده يساعده، مش قادر شايف إن الولد ده بنقول عليه راجل هيقول لا ده راجل ويقدر يتحمل مسؤولية بيت، أقف معاه عشان يشل الجميل ده بعد كده؟ هو بص معليك، كان زمان الكبار بتوعنا، لأن أنا بؤمن بأخلاق القرية المصرية على مستوى مصر رغم أن أنا مولود وعايش في الدقي، بس القيم بتاعتنا عائلتنا من سوهاج ومن الغربية في زفتة ومنصورة، فبؤمن بالقيم دي ولا زالت لغاية ما أموت وبعلمها لأولادي. قال لك الأول قبل ما تناسب حاسب، ولما تناسب ناسب بيت تعرف تلاقي فيه راجل تحاسبه كبير. تمام. وبعد كده كلمة كان والدي بيقولها لما نروح مع حد نخطب له نقول له اعتبر ابننا ابنك. ايوه. وبنتك بنتنا. عارف القاعدة دي أخلصت النية فيها؟ ما هو أنت عندك صبيان وبنات وأنا عندي صبيان وبنات. اللي تتمناه لابنك اتمنى لبنتي. كده يعني عارف في توازن بين الاثنين. والله اقول لحضرتك حاجه، والله لازالت مصر ارض الخير، على قد ما بنشوف في حالك ونشوف في المشاكل في المحاكم بتلاقي في اباء كويسين. هشوف لسه اللي كان جاي على الانترنت الاب اللي في المنصوره قال له يا ابني هكتبك قايمه، انا مسلمك اغلى حاجه عندي بنتي عرضي. يعني حضرتك، فهي المشكله عندنا بس هنا اندثار الاخلاق الكريمه والاخلاق الحميده وعصر السوشيال ميديا والكلام ده كله بوظ دماغ الناس. بوظ دماغ الناس للاسف. والمحاكم هتسمع بقى لما نتكلم في الحلقه بلاوي. طيب هندخل على الحلقه بتاعتنا، وقبل ما ندخل على الزوج والزوجه بنشوف الخطيب والخطيبه. احنا خدنا من قبل الزواج التعارف وازاي ان انا ابتدي اختار شريك الحياة، وقلنا ان الاخلاق مهمة جدا بالنسبة للزوج او للخطيب او الخطيبة من خلالها ان انا ابني عليها الحياة القادمة. والاسرة طبعا البيت اللي انت هتختاره لازم يكون البيت دوت اسرة عريقة، مش شرط تكون غنية ولكن اسرة عندها اخلاق الاب مربي ولاده كويس مربي بناته كويس، من خلال اللي انت بعد كده حسيت اللي انت تقدر تتعامل معاه وتتكلم معاه راجل على خلق، هتقدر ان انت تاخد بنته من بيت خلق وتقدر البنت دي تعيش معاك. طيب لما اتكلمنا في النقطة دي دخلنا على النقطة اللي بعديها، ابتدت الخطبة. الخطبة بقى هنا ابتدى الخطيب والخطيبة ابتدوا خلاص توافقوا مع بعض وحصلت الخطبة. وما أن حصلت الخطبة ما وراءها حصلت مشاكل. تمام. الخطيب جاب دلوقتي لخطيبته الشبكة والهدايا بمبلغ معين، خلينا نقول سيبك من الهدايا، خلينا نقول الشبكة اللي هي المبلغ من المال معين جاب لها مثلا زي ما بنقول، طبعا أسعار الذهب غليت دلوقتي، هنقول مثلا جاب 10 15 20 ألف جنيه ذهب، واشترطت الأسرة أن الشبكة تكون بمبلغ معين. حصل بعد كده ان الاتنين ما اتفقوش مع بعض وحصل فسخ لهذه الخطبة. هل هنا بقى المشاكل اللي بتنتج من وراء هذه الخطبة في الشبكة، هل الخطيب يتمسك بشبكته ويقولك دي حاجتي وانا عايزها، ولا الخطيبة تقول لا دي هديتي وجات لي وانا متمسكة بيها؟ الرأي القانوني هنا بقى فيها ايه؟ اول حاجة حضرتك الشريعة الاسلامية بتحس الخاطب والمخطوبة ان هم يعني في الحدود الشرعيه يعرفوا بعض. يعني يبقوا قاعدين بينهم شخص او محرم أبوه قاعد، حد محرم قاعد عشان يعرفوا يتكلموا مع بعض ويشوفوا هل هيحصل توافق ولا لا. الخطوبه ليها اثار طبعا. الاثار ده ان هي حتى في الشريعه بتاعت الاقباط دي وعندنا احنا المسلمين دي بدايه عقد الزواج. تمام. حضرتك هنا الخطوبه دي كل المشاكل اللي بتبقى في المحاكم ان الخطيب بيجيب شبكه، فيه بيجيب ب 40 و 50 و 60 الف، وبيجي بعد كده العرف ان الطرف اللي بيسيب العرف الطرف اللي بيسيب ما ياخدش الشبكه. يعني الخاطب لو سابها زي في القانون المدني بيقول لك ثمن عدول احد الطرفين. خلاص. يعني لو واحد خاطب واحده وجاب لها شبكه ب 50 الف ورفع هو قضيه استرداد شبكه وجاب شهود ان هو اللي سابها وهو اللي عمل والكلام ده كله بياخدها، انما هنا محكمه النقض خد بالك حتى الفقهاء اختلفوا فيها هنا. فتره جت محكمه النقض قالت لك هو اللي ساب هي اللي سابته يسترد. خلاص. بعد احكام مشيت بعد النقض احكام النقض مشيت على كده. الفقهاء انقسموا نصين. نص قال لك من حق الخاطب حتى لو هو ايه هو اللي سايب هو اللي سايب
ياخد الشبكه. في جمهور الفقهاء قالوا لا، الطرف اللي هو سبب الفسخ الخطوبه هو اللي ما ياخدهاش، هو اضر بقى بالطرف الثاني. آه، فمن حق اللي هي تعوض بهذه الشبكه عن الضرر اللي هي. بس حضرتك احكام محكمه النقد الاخيره لحوالي 20 سنه ورا بعض ان حضرتك بتصدر حكم بالزام باستلام الخاطب، رد الشبكه للخاطب. لان لو انت فاكر حضرتك كان في التسعينات والثمانينات كانت موضه البنت تتخطب يجي اخوها بيلعب كمان اكساب، وقالتها بقى ما حسن اختيار. يلا يا عم امشي مالكش شبكه عندنا. ويخلوا البنت تنزل تعمله محضر ضرب، ما خلي بس في الناس بقى في الحته دي بيحصل ايه، سيب وانا اسيب. يما ياخدوا الشبكه منه والهدايا بقى. انت ما تعرفش بقى انت زي حالتك الهدايا بقى الدباديب. لا يا الدباديب ايه يا باشا؟ لا ده في الارياف وفي الصعيد والبحر. تبقى مواسم. لا هم انت عارف مولد النبي عليه افضل الصلاه والسلام ورجب واخر رجب ودخلت رمضان. بتبقى حاجات تانية. اعراف بقى طبعا في البلاد بتختلف عن القاهره. لا لا من اسوان لاسكندريه ما بتطلعش المواسم دي معروفه. ومولد النبي ويجيب الحلاوه ويجيب لها. فهنا اللي بيحصل ايه، كان حضرتك خد بالك قضاء النقد ودار الافتاء بتقاوم بعض السلوك. أيوة. فكانت موضه انا فاكرها كويس جدا حتى ما كنت لسه شباب بقى. كان بقت موضه البنت تتخطب 4 مرات، داسوا 4 شبكات، تقدم الشبكه يتخانقوا معاك اسبوعين ثلاثه شهرين اللي بعده اللي بعده. معموله مشروع تجاري بقى يعني. كان والله العظيم هذا من واحد واثنين وثلاثة. يبقى هنا استقرت احكام محكمه النقد ايا كان الفاسخ. البنت الولد ان الخطيب هو اللي ياخد، الخاطب هو اللي ياخد يسترد الشبكه. قال لك انما الهدايا اللي بتستهلك ما هي مش ملزم بردها. جاب لها الدبدوب اللي حضرتك قلت عليه، علبه حلاوه. جاب لها فستان، جاب لها مثلا الهدايا لا ترد يعني. اما الشبكه ترد. هما قسموا كده الموضوع يعني، حسموه يعني اخر حكم نقط حسمه. قال لك الهدايا التي قابلها الاستهلاك ما تردش. الدهب مش هيستهلك. مش هتعمل بيه شرب بملوخيه. لا صح. طيب احنا دلوقتي يعني هناخد المواضيع حته حته يعني. احنا دلوقتي خدنا الشبكه بتكون اول خطوه ما توافق عليه من حق هي من حق الخاطب، عشان في ناس برضو بتقف عند عدد الهدايا المستهلكه. تمام. طب النهارده تم عقد القران. تمام. الزوج والزوجة تم عقد القران، بقت خلاص زوجته ولكن لم يتم الدخول بها. الله عليك، ماشي تمام كده. الله ينور. الاثنين تم عقد القران، بقى لك دي مراتي ولكن لسه بيت الزوجية ما أسس ولسه ما دخلتش مع زوجها. هنا الأغرام، هنا الأغرام، هنا بقى في النقطة دي بتتفجر مشاكل كثيرة جدا. لو حصل انفصال بينهم أو حصل خلاف وهي كاتبة الكتاب، هل لها حقوق وهي تم عقد قرانها دون الدخول بها؟ يا ريت بقى تفصل لي الحقوق حضرتك هنا الاول خالص. طبعا عشان نرتب اثارها على عقد الزواج لازم يبقى سليم. تمام. ليه شهود عدول لو هي بنتكلم على الزواج الصحيح. ما انا بتكلم معاك لسه ما دخلناش في الزواج العرفي. لا العرفي خلينا بقى تاني. خلينا في الصحيح. حضرتك هنا لازم الاول يبقى هي ما فيهاش اي عيب شرعا هي ولا الزوج. تمام. والولي لو هي بكر لازم يزوجها الولي. لو هي سيب اقل من 21 سنه يزوجها ولي. لو هي سيب يعني سبق لها الزواج، يعني سبق لها الزواج مره اخرى تجوز تتزوج نفسها. ده باتفاق جمهور الفقهاء. تمام. المشاكل بقى اللي بتحصل في العصر اللي احنا فيه. الشريعه الاسلاميه ترتب اثارا فوريه على عقد الزواج بمجرد اشهاره. اللي هو في العصر الحديث دلوقتي التوقيع على الوثيقة، على قسيمة الزواج، على قسيمة الزواج، عقد الزواج خلاص بقت زوجته. يترتب على كده ايه بقى؟ نقسمها بقى طرفين. يترتب على الزوج حق الانفاق والرعاية وتوفير السكن والعلاج والمأوى والرعاية والمعاشرة الزوجية. الزوجة الاحتباس والطاعة وأن تخشى عرضها ومالها. بمجرد إيه؟ عقد القرار. حلو. نمشي بقى مع الإدارة القانون. تمام. نمشي مع الأعراف. الأعراف بيقول لك من أول ما كتب الكتاب دي مراتي. هو ده صح. طب نيجي بقى للقانون بقى في الحتة دي. هي مراتك. بس لو ما دخلش بها لما يجي يطلقها تاخد نص حقوقها.
هنا بقى بس حلو بقى، اصبر بقى ده انا معاك يا باشا، هنا المصيبه بقى. يجيبوا اتنين شهود واقفين على باب المحكمه، لو سيدك رسول الله قال لو ارسيا يعني نزل ستاره بينهم خلاص حدثت الخلوه، هتك الستر. خدت بال حضرتك من دي؟ ايوه. ستاره اتقفلت بينهم، قعدوا في مكان اتقفل عليهم باب اوضه خلاص اختلى بها. طب خبره العمليه بيجيب الشاهد اتنين شهود تمت الخلوه الشرعيه، حتى بتشوف سمه الطلاق تم الخلوه الشرعيه. فبيجي بعض المرضى النفسيين، ما اقدرش انا لا مع اصحاب النفوس الضعيفه يعني، لا انا مع المراه ولا مع الست. يعني لسه قبل ما اجي لحضرتك البرنامج واحده بتبكي، كانت مطلقه وسبع سنين مطلقه واتجوزت واحد قريبها، اتجوزها قبل رمضان بشهرين ولسه مطلقها الاسبوع اللي فات، راح عند المأذون الله يسامحه كتب لم يدخل بها، كتب لم يدخل في القسيمه. فطبعا الست جايه انا هنجيب لها حقها. خلاص بس شوف الضلال، عدم الخوف من الله سبحانه وتعالى عشان يشيل من عليه، عشان يشيل من عليه بعض الحقوق. النص النص احنا بنوضح للساده المشاهدين والله الحاجات دي. والله انت السؤال ده في ميزان حسناتك، ربنا يخليك، ربنا يخليك. لان ده سؤال لو الدكتوره هويده فتحت الاتصالات هتفرج ان شاء الله، هنفتح الاتصالات وهتبقى معانا. بتلاقي ايه؟ شوف الزوج هنا الضلال، ايوه، عشان يهرب من فلوس. طب هتهرب من ربنا فين؟ طب لو انت بتصلي، لو تستحاله بيكون بيصلي، لو انت بتصلي هتقابل ربنا. انت الست يعني تمت المعاشره الزوجيه وفي رمضان والناس شاهده، وهي قريبتك والناس شاهده وقريبه، وكان عملوا مشاكل وصعايده. راح عند المأذون قال لم يتم طلاقها غيابي، لم يتم الدخول بها. طب ده هنا بقى في نقطه مهمه جدا سياده المستشار. النهارده هو الزوج ادعى ان هو لم يتم الدخول بها، وبرضه هنا ترتب عليه ان هي الزوجه ليها نصف. لا مش باقراره، ما هي لازم هيحلف، ما هي كمان هتحلف اليمين هي كمان. هقول لك هي قالت دلوقتي الاثنين اتفقوا ان هو لم يتم الدخول. لا لو اتفقوا خلاص لو اقروا ان هم لم يتم الدخول. طب هنا في نقطه مهمه جدا، الزوجه التي لم يتم الدخول بها عدتها بتتحسب ازاي؟ برضه ثلاث شهور، ثلاث قروء. ثلاث قروء في حاله لم 21 يوم، يعني 62 يوم. 62 يوم. هو العدة النهاردة، موضوع العدة ده موضوع شائك جدا بالنسبة لبعض النساء، ان هي دلوقتي وبعض الازواج برضو حتة مهمة جدا، ان بعض الازواج هو حاطط في دماغه ثلاث شهور، العدة ثلاث شهور. برافو عليك. وهو دلوقتي طلق اللي مراته قال لها انت طالق، واحد عمل طلقها وقال لها انت طالق وانا لسه قدامي ثلاث شهور، قبل الثلاث شهور هروح اردك. هقول لحضرتك والعدة انقضت وهو لا يعلم. هقول لحضرتك حاجة، يعمل ايه بقى المشكله؟ عنده واحد شاطر عشان حب يساوم بس هو مش فاهم. فراح في اليوم 89 راح يردها، والمأذون ما عرفش حاجه، ردها. بس هي كانت اتجوزت بعد انتهاء عدتها بخمس ايام. اتجوزت؟ وراح يعمل لها قضيه زنا وجمع بين زوجين وبتاع، خسر نهار. خلاص ورفعنا يعني على قضيه التعويض وكنا نحبسه. خلصت هي عدتها. بص هقول لحضرتك حاجه، الحق الله ينصره ويسبب له الحق، حق ان يتبع. هي والله وربنا بص حضرتك، ولا يعلم جنود ربك الا هو. يتكدون كيدا ويكيد لك كيد ربنا ما لهوش حل. تمام. راح يرجعها في اليوم 89 وعمل لها قضيه زنا وبتاع، وكان بيننا وبينه قضيه نفقه بتاعت ولاد وبتاع. وبص بص هو واقع في الخيبه ايه؟ في اليوم 85 عمل قضية ليها ان ياخد امه تاخد الصغار عشان هي اتجوزت. طب تبقى محامي شاطر وتربط الاحداث. يعني انت منين ان انت فانا رحت جبت دي القضية دي، قلت عنده ركن العلم ان هو اتجوزها والعدة 62 يوم. انت جاي في اليوم 89 تقول انا يا جماعة دي نقطة مهمة جدا يا سيادة المستشار. تاني بنقولها، ثلاث قروء، ثلاث حيضات، ثلاث حيضات، ثلاث قروء، هو اللفظ كده في ماشي. وهي هي هنا الزوجه هي اللي اعلم طبعا بيهم، يعني هي لو حلفت هتحلف ان هي خلاص عدتها خلصت. ما عليك يا دكتور، هو بيجي القاضي في المؤخر ونفقه العده والمتعه بيسالها، فلان طلقك؟ هل الثلاث حيضات جولك؟ خلاص وتمتي واخرت.
يبقى احنا عرفنا بنقولها 21 يوم في 3 62 يوم اقل عده في مذهب ابو حنيفه والقانون المصري الوضع اللي احنا فيه اقر بيه. طيب هنا اتكلمنا عن التي لم يتم الدخول بها. الدخول بها بقى دخلنا طيب. بقى احنا هنتكلم اتكلمنا في البنت اتكلمنا بقى هنا اتكلمنا عن البنت. طب الثيب التي لم يتم الدخول بها وحصل برضه انفصال هل يترتب نفس الحقوق التي للمرأة للبنت هي نفس الحقوق التي للثيب؟ هنا حضرتك اذا الزوج ما اقرش ان هو دخل بها وهي اكدت كده خلاص تاخد ايه نص حقوقها. بس بقى هنا في صعب لان ممكن السيب دي حصلنا بقى في حصل في الواقع العملي قالت انا عايز اروح الطب الشرعي وهو يروح الطب الشرعي. قالت بص وراجل سلم جدلا وهرب طبعا. قالت سبب عدم الدخول بيه عدم قدرته على المعاشره الزوجيه وطلق 3 مرات. رجعت السبب ليه هو؟ ولبس في الحيطه. انت عارف انا ليه بسالك في الحاجات دي؟ لا والله انت جميل طلعت خبره السنين. الحاجات دي مهمه جدا في ناس كتيره جدا ممكن بتشاهدنا دلوقتي بس ما عندهاش فكره ان الحاجات دي في واقعنا وبتحصل وموجوده في مجتمعنا بس الناس على عدم علم بيها مش قادره تستوعبها. يمكن من خلال مناقشتي مع حضرتك وخلال برنامجنا المستشارك القانوني علاقات الصحه والجمال بنحاول نبرز هذه الاشياء عشان نخلي الناس تعرف وتتعلم. تحت امركم ده دور الاعلام المحترم. فكر كبير جدا ان هي تحاول ان هي في الحاجات دي كلها سواء رجل او امراه يخلي باله ويتعامل ازاي في مثل هذه الظروف. انا بقول لحضرتك راحت صيداه هنا قالت له مودوني الطب الشرعي انا امراه كامله ومخلفه بنتين وولد وعندي 33 سنه. هو عنده 53 سنه وليست لديه القدره الزوجيه وثلاث مرات اتجوز واحده عملت خلع عدم قدرته الجنسيه. تمام. احنا هنفتح المكالمات معانا الاتصالات ان شاء الله اللي اي اسئله بخصوص برنامجنا وخصوص الحلقه اللي احنا بنتكلم فيها حقوق الزوج والزوجه والمعاشره الزوجيه والاطفال يتواصل معانا ان شاء الله من خلال الارقام الموجوده على الشاشه. الكنترول ان شاء الله معاكم وان شاء الله نتلقى اتصالاتكم ان شاء الله. الان هرجع لحضرتك تاني واتكلمنا عن الحقوق التي قبل الزواج. احنا هنروح بقى للحقوق التي يترتب عليها المترتبه بعد عقد القران وبعد الدخول. النهارده تم الدخول والفرح اتعمل وروحوا بيتهم وقعدوا شهر اتنين تلاتة بعد مده حصل خلاف بين الزوجين. والخلاف هنا بيرجع لعدم الخبره اذا كانوا لسه شباب زوج والزوجة فيبقى عدم الخبرة ما عندهمش الوعي الكامل بالحقوق الزوجية لكل من الآخر عدم حرص الأهل على أن يعلم ابنه أو تعلم بنتها إزاي تحافظ على بيتها. لو رجعنا ورا 40-50 ورا 50 سنة 60 سنة ورا هنشوف أن الأم كانت إزاي بتحرص أن بنتها تبقى زوجة صالحة في بيتها بتعمل إيه وبتديها بعض النصايح. الأب لو لقى بنته في يوم غضبت بياخدها بشنطتها ويرجعها بيتها تاني. دلوقتي المعايير اختلفت خالص ولو جت غضبانه اقعدي ما تروحيش وهو يجي غصب عنه. زمان كان الاب بيروح يوديها اول غضبه اول مره بيروح يوديها بنفسه. كان. فاحنا كل الحاجات دي اندثرت دلوقتي وده بيرجع برضو لعوامل كثيره جدا. ضعف الوازع الديني والمستوى الاخلاقي الأسرة نزل وبرضه انا برجعه لل 20 سنه اللي فاتوا او لل 10 15 سنه اللي فاتوا للسوشيال ميديا والانترنت والفيس. كل ده كان سبب في هدم بعض الاسر المصريه على مستوى مصر وعلى مستوى العالم برضه العربي كله. هناك هدم لبعض الاسر المصريه والعربيه من خلال ظهور السوشيال ميديا والانترنت وما حولهم من مفاسد اثر تاثير سلبي على الاسر المصريه. طيب النهارده رحنا وابتدوا الاثنين يتعاملوا مع بعض حصل خلاف بين الزوج والزوجه ابتدوا يسعى الزوج للانفصال وتسعى الزوجه للانفصال. بس ابتدينا بقى هنا كل واحد انا عاوز حقي. الزوجه قالت لي انا معايا قايمه بمبلغ 100,000 جنيه. لا وقفنا بس عند الحقوق. طيب. ده القايمه دي ام المعارك. طيب هنبدا ما احنا ابتدينا اهو ابتدينا في اول حاجه بتحصل بين الاثنين القايمه. قبل القايمه حضرتك هنقولها بالانجليزي وبالعربي الجوب ديسكريبشن او الواجبات بتاعت الزوج والزوجه.
حضرتك الزوجة علي بمجرد عقد القران والدخول بها عليها الاحتباس، لأن هي تقعد في سكن الزوجية ولا تؤتمر إلا بأمر زوجها. في واحدة اشتكت لرسول الله كان طالع مع أحد الصحابة اللي هو زوجها، فقال لها لا تبرحي الدار حتى آتي لك أو أخبرك. فكان غزو مع الرسول 12 يوم. أبوها مات، قالت له عايز أروح العزاء، أحضر الدفن أقعد العزاء. قال لها لا. رجعت بتشتكي لسيدك وسيد رسول الله. سيدنا رسول الله قال لها يا بنتي غفر له كل ذنوبه. أنبأها سيدنا رسول الله قال لها غفرت له ذنوبه خلاص. هو في جنة الله. ازاي يا رسول الله؟ قال لها لأنه أحسن تربيتك. أمرك زوجك فأطعتي. ربنا دخله الجنة. يبقى الاحتباس إن هي تقعد في البيت تلتزم. قال لها لا تخرجي للعمل. قال لها ما تخرجيش للعمل ما تخرجش. أبوك ما يجيش، أمك ما تجيش البيت، الطاعة ليه في مقابل هو عليه إيه بقى؟ طيب ناخد التليفون ونرجع لحضرتك تاني. أستاذ فرحات اتفضل معانا. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا باشا؟ أهلا وسهلا. أنت يا باشا في احنا عندنا أنا من البحيرة البحيرة أهلا وسهلا. مرحب بيك. مرحب بيك يا فندم. أنا راجل عرباوي مش راجل يعني. من صوتك عارف. اهلا وسهلا احسن ناس اتفضل. ونقعد في قعدات عرفيه ونخلص والعالم تمام. احنا دلوقتي عندنا بنت مطلقه ووراها عينين والراجل رماها وعندها في الشهر 1000 جنيه. كل شهر تاخد 1000 جنيه ما فيش ماسكه فيها، ايه ظروفها دي عندكم انتم؟ يعني هي الزوج طلقها وهي بتاخد 1000 جنيه؟ هو دخله قد ايه؟ دخله قد ايه؟ رد عليا يا شيخ العرب، دخله قد ايه؟ دخله 3000 دخله. هي ليه عندها اولاد قد ايه؟ عندها عيلين، العيل عنده 5 وسنين وعيل عنده 3. هي حضرتك ليها من 40 ل 60% من دخله هي والاولاد مع زياده سنويه لا تقل عن 10%. يعني هي حضرتك تاخد المفروض تاخد يعني انتوا لو هتحكموا 1800 لو هتحكموا صح 1800 ان عدلتم واحسنتم تاخد 1800 والقاعده العرفيه لو عندكم قاضي عرفي مسجل في المحكمه بياخد الحكم القضاء العرفي بتاعكم صيغه تنفيذيه وينفذ بالقوه الجبريه تمام كده. شكرا ليك يا استاذ فرحات وتابعنا ان شاء الله. شكرا لحضرتك وشكرا لاتصالك. احنا كنا واقفين بقى ايه عند حقوق الزوج. ايوه انا شفت حقوق الزوج ان ينفق عليها، يوفر لها السكن والمأوى المناسب، مش يسكنها في الصحراء او في حته مقطوعه او وسط جيران غير صالحين، يسكنها في سكن الزوجيه، ده عشان ده اللي هو سكن الطاعه. ايوه او اللي هو سكن الزوجيه. ايوه يوفر لها سكن في مكان مناسب ملائم لوسطه الاجتماعي وسطها عشان انذار يعني ما تبقاش قاعده مثلا في المهندسين يجيبها مثلا في بولاق، لا بالظبط في نفس كده. المستوى الاجتماعي بتاعها. واذا هي اقامت في العندي سنه يبقى هي وافقت واسقطت حقها في الاعتراض راجل مستشارنا صح وفاق. لا اذا هي دخلت العين واقامت فيها سنه يعني كان من الحب بقى لا تعالي بقى من مصر الجديده هنروح شبرا وهي اقامت سنه خلاص يبقى هو عليه توفير السكن الملائم النفقات ونفقة العلاج خلفت عليه النفقة الملك ملبس والمسكن والمشرب خد دي عشان البرنامج والدكتورة هويدة اتفضل. من حق الزوجة المصرية في القانون المصري وزوجها نايم جنبها على المخدة ترفع عليه قضية نفقة ويتحكم لها وتاخد وهي قاعدة زي ما احنا قاعدين كده بتاكل وتشرب معاه تنفذ عليه حكم النفقة وهو في البيت. تاني بنقولها اهو عشان برضه ثقافة العوامل كده هتخلي كل الستات تروح ترفع والله والله من حق أي زوجة دخل بها بعقد زواج صحيح أن ترفع قضية نفقة ده في حالة إذا كان الزوج بخيل أو لا ينفق. ما احنا بنتكلم في كده لو هو عشان برضه الستات ما تاخدش كلام حضرتك وتروح ترفع قضية نفقة. إذا كان الزوج مقصر وما بينفقش لا من حقك تروحي قولي بقى اشتكي وقولي ده ما بينفقش عليا. هناخد محمود ونرجع لحضرتك تاني. أستاذ محمود اتفضل. اتفضل يا فندم. الو معاك اتفضل سامعينك. وطي التلفزيون.
قولي اسمه والتليفون. اتفضل. سؤال حضرتك. مساء النور يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هو حضرتك والله انا عندي سؤال حضرتك. اتفضل. بالنسبة يعني انا رجل يعني مثلا من ذوي الاحتياجات الخاصة. يعني كمعاق يعني. وفي بالنسبة لي يعني انا يعني في الحالة دي حضرتك لو في يعني مثلا طلاق بيني وبين الزوجة يبقى علي حاجة مثلا بالنسبة لي. انت بتشتغل ايه؟ حضرتك ان انا مثلا معفي من حاجات يعني قايمه وغيرها. العربية يعني. معفي من كمان. طيب حضرتك بتشتغل ايه؟ وظيفتك ايه؟ بوظيفة حضرتك ايه؟ انا الوظيفة بتاعتي حضرتك ان انا شغال من ذوي الاحتياجات الخاصة نسبة 5%. يعني موظف في جهة حكومية. ايوه. بس خلاص شكرا. خلاص حضرتك كل سؤال تاني بفضلك يعني. هنجاوب حضرتك حاضر. قول على عجالة. اتفضل. حضرتك بالنسبة هي لو الزوجة نفسها مثلا سامحت في القايمة دي او مثلا اتنازلت يعني مثلا انا كده في الحالة دي في البراءة حضرتك ولا؟ حاضر ولا حاضر. هنجاوبك يا استاذ محمود. شكرا لاتصالك. تابعنا وهنجاوبك ان شاء الله. طب هنخلي الاسئلة نبقى ناخدها في اخر خلال. بس ما تنساش القايمة والنفقة. القايمة والنفقة. قايمة ونفقة. تمام. طب احنا دلوقتي في نقطة مهمة جدا حضرتك اشرت اليها وهي ان ممكن يكون الزوج في حالة اختلافه مع الزوجة. هنا حصل خلاف بين الزوج والزوجة والزوج النهاردة يعني تمسك يعني الموضوع ده أثير جدلا في الأيام القليلة الماضية إن الزوج بيتمسك ببعض حقوقه الشرعية والزوجة بتمتنع لأسباب نفسية لأسباب خاصة لأسباب هي ترأى من وجهة نظرها إن هي مش قادرة تقيم هذه العلاقة. فحصل كلام كتير في الموضوع دوت. احنا بنتكلم على الموضوع دوت بجانب حلقتنا. هل هنا الزوج بيكون متعسف في استعمال هذا الحق ويجبر الزوجة على استعمال حقه الشرعي ولا بينصاع الى كلام الزوجة وبيقف ما يكملش في الموضوع وبيستجيب الى الزوجة فانها مش عايزة تقيم هذه العلاقة؟ نتكلم شرعا وقانونا. ما هو لازم نتكلم شرعا وقانونا، لازم نوضح للناس لان الموضوع ده شائك جدا ومهم جدا. لا يجوز للزوجه ان تمنع نفسها عن زوجها. دي من ضمن الطاعه. تمام. والزوج بيعمل انذار طاعه ليها لان هي ما بتسلملوش نفسها. ده قانونا؟ اه يا ريس. تمام. طبعا. تمام. ما هو الالتزام في عقد الزواج حقوق وواجبات. هي على حق الاحتباس وتسلم نفسها. مش معنى كده ان يروح ياخد حقه الشرع يضربها. كانه في بعض الازواج ما هو هنا بقى كلمه الغصاب اللي انت حضرتك اشرت اليها. انا مش عايز يعني كنت مش عايز اقولها ولكن هي ظهرت على السوشيال ميديا اغتصاب الزوجي. فاهم ازاي؟ في ان الزوج القانون المصري لا يعاقب عليه. يعاقب عليه؟ لا يعاقب. لا يعاقب عليه. هنا حصل لاننا مشكله كبيره جدا بعض الزوجات يعني ان هم تأففوا من هذا الموضوع وقالت لك لا انا مش قادره اكمل في العلاقه دي. وهو لما بيجي يطلب الموضوع دوت او بيبقى بيطالب بحقه الشرعي بيطالب اساليب يعني هي مش قادره تستوعبها او ممكن بيجي في وقت هي ملهاش رغبه في هذا الموضوع. فهل انت النهارده بتجبرني على اقامه هذه العلاقه؟ هل ده شرعا يجوز انك تجبرني على علاقه انا مش قادر اقيمها ولا الموضوع ايه بالظبط؟ الموضوع ده اثير جدلا والناس اتكلمت فيه كتير بس احنا من خلال برنامجنا عايزين نتكلم ونوضح فيه. هل الموضوع ده بيكون فيه رضا ولا اذا كانت الزوجه لا تستجيب لهذا الامر اذا تطلب التفريق بقى والطلاق؟ الصح ايه؟ ونتكلم في الموضوع دوت يا ريت. هو شرعا ومن سنة رسول الله إذا السيدة ما فيهاش ما عندهاش عذر طبي أو مرضي وهجرت فراش الزوجية تلعنها الملائكة. لأن كده بتخلي الزوج يشوى ورثته في حاجة غلط. يزني، يصاحب، يتكلم على التليفون، الكلام ده. يبقى هنا مش يبقى هنا شرعا تكون آثمة إذا لم تسلم نفسها لزوجها. خلاص. إنما إذا عندها عذر مرضي، عذر نفسي
ما هنا دي النقطه اللي بتتكلم في، احنا بنتكلم في حته ان هي ما انا مش قادر اكمل الموضوع ده، اذا في حاجه نفسيه من يعني انا شايل من الانسان اللي قدامي ده مش قادر اتعامل معاه. ساعات بتبقى دلع احيانا تبقى دلع دلال ممكن وارد كل ده وارد. حاجه اصعب حاجه في الكون الانسان الانسان يبقى هو شرعا لا تكون اسامه اذا كانت ليس لديها مانع عضوي او صحي. في القانون اذا الزوج انظرها ان هي خارجه عن طاعه والد تسلمه نفسها تعتبر نشس، بس بيتم فضائح بقى بروح الطب الشرعي بقى عشان يثبتوا الجزء اللي هو الاكلينيكي اللي هو الجسدي بيثبتوه في مصلحه الطب الشرعي. احنا هنمر على هذه القضيه يعني خدناها مرور الكرام، وواضح ان حضرتك برضو مش عاوز تتكلم فيها كتير. لا يعني احنا ايه برضو مش عايزين يعني هي فيها منطقه حساسه جدا ومنطقه شائكه جدا. هي في الاخر بروح الطب الشرعي والاثنين بالصالح. طيب هناخد الاتصال ونرجع لحضرتك تاني. اتفضل يا فندم. استاذ عرابي اتفضل. استاذ عرابي معانا؟ طيب ماشي هنرجع تاني. طيب هيحاول بينا استاذ عرابي مره تانيه. هرجع لحضرتك سياده المستشار وليد عبد الحميد، وقلنا المشاكل بقى اللي بتنتج بين الزوجين، واثرنا مشكله برضو من ضمن المشاكل اللي بتثير هذا الطلاق، وده بيكون سبب للزوجه ان هي ممكن تروح تطلب خلع. الخلع بتضيع حقوقها. ما احنا بنتكلم في حته بقى هنا لو العامل النفسي اثر عليها قوي ان هي مش قادره تقيم هذه العلاقه، فبنرجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان هي لما راحت احدى الصحابيات الى النبي صلى الله عليه وسلم وان هي يعني ما ذمتش في زوجها ولا حاجه، قالت له رجل بيصوم ويصلي ويقوم ولكني انا يعني اكره واخاف الا اقيم حدود الله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم اجاز لها بالخلع وطلقها وردت له الحديقه. اذا هنا برضو في الحاله دي اذا الزوجه رفضت ان هي برضو عشان ما تؤثمش وتبقى عليها اسم، لو هي مش قادره تقيم هذه العلاقه فمن باب اولى ان هي تقيم قضيه خلع. هنا تبقى خلصت نفسها من الموضوع ده كله. فعلا. طيب هنا بقى النقطه الثانيه اللي احنا كنا عايزين نروح ليها حضرتك، لو الاثنين اختلفوا وابتدت المشاكل وابتدينا نرفع قضايا على بعض. في الحاله دي بيتم ايه؟ رفعت الزوجه قضايا على الزوج، نفقه والزوج وتبديد منقولات، والزوج ابتدى دلوقتي عاوز يشوف هيعمل ايه في الاعمال دي كلها. هعمل لك ايه؟ انت ابتديتي بعمل، هيروح انا كمان لمحامي والمحامي ده هيخطط لي ويديني خطه قدام خطتك وهنقعد احنا الاثنين زي بعض. على عجالة انا بشتغل في عملي الخاص للزوج، مره للزوج ومره للزوجه. الاول القانون المصري بيدي حقوق كتيره للزوجه. خلينا نشوف الزوجه ليها ايه وهي معاها اولاد. الاول تطلب دعوه لو هي خدت السكن بتاعه والشقه تمليك بتجرح قلبه فيها تاخدها تمكين. ماشي. خلاص تقول طردني. تاخد تمكين مشترك لغايه ما يتم الطلاق. بعد كده بتاخد نفقه زوجيه وهي لسه على ذمتها. خلاص نفقه زوجيه. ونفقه صغار. وفرش وغطى ليها وكسوه صيف وشتاء. اكتب اهو. انا سامع كل ده. شايف كل ده؟ وكسوه صيف وشتاء والعيل اللي يعيا تروح تجيب علاج ليه. ومصاريف علاج ومصاريف دراسيه تدفع فلوس المدرسه وترجع تطالبوا بيها. وبعد كده العيا بتاع الولاد تاني كل شويه تركن له شويه فواتير علاج ودعوه علاج والزوج يدفع وفرش وغطا وكسوه صيف. طيب. وشتاء وليها زياده. طب هناخد فتحي ونرجع للزياده. استاذ فتحي اتفضل. دلوقتي انا ايوه اتفضل. التليفون يقفل. طب اقفل بس اسمعني بس كويس اتفضل. اسمع بالتليفون. ايوه كنت متجوز واحده من وطي صوت التلفزيون بس وطي صوت التلفزيون. كلمنا في التليفون سامعك الاستاذ هنيه. كنت متجوز واحده منين؟ الاول بس كنت متجوز واحده منين؟ من البلد. من الصف. تمام. اهلنا وحبايبنا هناك. حد من اخواتنا كده اخواتها حكموا عليها لازم اطلقها. اخواتك حكموا عليك تطلقها؟ اخواتها هي حكموا عليك. تمام. وانت طلقتها؟ طلقتها ومتنفذت على كل حاجه. لا اتجوزت بعد كده حطيت على الساحه ومش رجعوها. لا لا اظبط التليفون انا. طب هي اتنزلت عن حاجتها. هو طلقها وهي اتنزلت عن حاجتها. انا الحقوق الشرعيه مش القائمه. هو الشرعيه ما لهاش حاجه.
القائمة ما تنزلش عنها. طيب ماشي. بص هو بس انا مش سامع حضرتك كويس، ولكن انا هاخد كده السؤال اللي هي اتنزلت عن جميع حقوقها الشرعيه الا القايمه ما اتنزلتش عنها. هنحاول نجاوبك على قد ما احنا سمعنا من حضرتك. طيب برضو خلي بال حضرتك ان احنا القايمه ده معاك عدم التنازل. ماشي نيجي بقى ايه، احنا وقفنا ايه، احنا قلنا للزوجه. للزوج بقى بنعمل ايه؟ الزوج الغلبان ده اللي ملوش حاجه. ما برضه طيب بنرفع ايه بقى، انذار طاعه عليه، انذار طاعه، ونراضي ننقل سكن الزوجيه. يعني هي ساكنه في الدقي، بنجيب لها شقه في الدقي في نفس الوسط الاجتماعي، ومده ايجار لغايه اخر صغير. شفت برضه الزوج برضه ليه ادوات بس يبقى معاه محامي فاهم. الشقه في اكتوبر هننقل لك الشقه حاضر، وبالمحكمه بتنتدب خبير. القاضي بيقول لك دلوقتي اخر واحد في الحضانه بقيله 6 سنين، بنجيب العقد 9 سنين. هو نفس الوسط الاجتماعي، وساعات بعض القضاء حرصا على المستقبل بتاع الصغير يقول لك ادفع لي ايجار ال6 سنين، حاضر دفعناه عشان تاخد الشقه بتاعت الزوجيه تباع. يديك القاضي نقل السكن الزوجيه، خلاص الايجار مدفوع والسكن مدفوع. الزوج بقى ساعات بقى بعد الازواج لو ما يعني يجيب بقى شهادة فقر. لو عنده أملاك يروح، بس كل ده كلام بقى قديم، موضة قديمة. يروح يبيع أملاكه. والله شفت واحد بيجيب شهادة فقر. طبعا انت سخن. يخش قدام المحكمة بعكاز وهو بيطلع يجب زي القرد. ما بشوف أنا العجب يعني. فحضرتك هنا كان في معالي المستشار الدكتور عبد الله باجا، حد أحترمه جدا في قضاء الأسرة، حكم على سجين بيقضي عقوبه 15 سنه وزوجته ما طلبتش الطلاق، حكم عليه وكان بيشتغل نجار في السجن، حكم عليه بنفقه شهريه 100 جنيه لزوجته و100 جنيه لاولاده. يبقى السجين لا يعفى من النفقه وهو في السجن. ما انت راجل هو بيشتغل جوه السجن حتى لو ما بيشتغلش. تاني هنا بقى شهر. ايوه مهمه جدا دي. طالما الزوجه محتبسه دي تقدر تتوزن ذهب دي. انت راجل مسجون وقاعده بتربي لك على المحافظه عليك. قال لك طالما العلاقه ورباط الزوجيه قائم وهي محتبسه عليك، محتبسه يعني مش حابسها. ايوه لا موجوده يعني في البيت، يعني قيمه في البيت ومحافظه على شرفك وعلى اولادك. لابد ان تنفق حتى لو كنت سجين. وده حكم استئنافي. ايوه اتأيد. والنقد ايده على فكره، ياما كان في نقد في الاسره. قال لك طالما في رباط الزوجيه في صغار وهي بترعاهم لك، ما طلبتش منك الطلاق، لان انت عارف الزوج لما يتحبس زياده عن سنه يحق للزوجه طلب الطلاق. وبيتعين عند مامور السجن. مامور السجن على طول. خلاص. وبننصح الستات بس في الحته دي، الوقت لسه معانا، اقول لهم ودوا لنا شويه. الخلع مش في مصلحه السيده بالذات اللي عندها اطفال. ده كل حقوقها. ده كل حقوقها. طب في حاله لو الزوجه وصلت ان هي ما قدامهاش حل امام زوج متعنت الا يعني الخلع، انا بشوف يعني حضرتك اكيد في المحاكم ومحاكم الاسره بنشوف قضيه رقم 8 على مستوى جمهوريه مصر بقى في الخلع اشتغلتها. طيب يعني بتوصل الزوجه، هي ممكن الزوجه تكون صبوره و لان كأم بتحاول تصبر، تقول لك عشان خاطر الاولاد انا هصبر، عشان خاطر الصغيرين دول انا هصبر، هقعد، ولكن بيجي لها وقت هي مش قادره تتحمل، خلاص وصلت لمرحله ان الزوج متعنت معاها جدا، الزوج ساعات بيضرب، ساعات بيشتم، ساعات بيقوم بعمل بعض الاشياء اللي هي مش قادره تستوعبها، فبتوصل لمرحله ان هي بتضحي بكل حاجه، تقول لك في سبيل ان انا ابدا حياه جديده، او مش هتبدا حتى حياه جديده، ولكن هي بتقدر تخرج من المأزق اللي هي فيه مع هذا الزوج، فبتلجا الى الخلع هنا. يعني اكيد المحاكم المصريه فيها كتير جدا، ومن خلال حضرتك بتشوف بتلاقي زوجات انت من نفسك بيبقى صعبانين عليك، تفهمني ازاي؟ بتضيع حقوق. حتى لو كانت حقوق ماديه، انا برضو بقول ايه، حتى لو كانت حقوق ماديه، ايه هيفيد الحقوق الماديه مع كسر الحقوق النفسيه؟ بس اقول لحضرتك حاجه، ما اقطعش كلام حضرتك اللي بقوله. في بعض ازواج بيبقى حد يعني سيبك من ان هو في اي منصب او حاجه، لو في بعض الازواج ما بيقبلش على نفسه ياخد لقب المخلوع. يروح يطلع غياب، ده بطل ده. بيشيل بقى فاتوره حساب تنقى الدول العظمى عن حملها. نفقه عده ومتعه، وبعدين ايه لو الزواج اقل من 5 سنين بتاخد 36 شهر.
لو عدى بقى عن سنتين 24 شهر خمس سنوات فما فوق 36 شهر جرى المحاكم وفي ادوا 40 شهر و70 شهر في واحده ادوها 100 شهر. ده طبعا على حسب مده العلاقه الزوجيه وحسب الزوج يبقى احنا اتفقنا هنا الزوجه هنا لما بتعمل الخلع تخسر كتير. وفي بعض في رجال انا بحترمهم انا مهما يدفع عشان ما ياخدش لقب مخلوع يعني عايز زمام المبادره في ايديه. وبرده بالمناسبه وانا جاي في السكه قعدت كنت بسمع حاجه تمثيليه قديمه في الراديو برضو نوضحها للناس العصمه في ايديها هو يجوز شرعا عند جمهور الفقهاء ان ينص ان يكون في العقد الزواج ان يكون للزوجه حق تطليق نفسها طلقه واحده. انا جدي كان شيخ في الازهر فحافظ القصه دي لا يجوز لها الا مره واحده كمان اذا كانت العصمه فيها مره واحده الطلاق مره واحده ولما تتجوز تاني ما تعملهاش الشرط ده لو هي طلقت بنفسها يبقى لا يجوز لها تطليق نفسها ونص في العقد اللي هي ايه. طب هنا اذا طلقت الزوج والعصمه في يدها من حق الزوج ان هو يردها هو هنا برضو دي بقى نرجع لبرضو ان نفهم الناس حته مهمه جدا ان من حق الزوج هو اللي يردها بقى في اللي هنا يردها ولا هي اللي ترد الزوج لا هو اللي يردها اذا برضو القوامه للراجل لا هو كل شيء تطليق ليها ما انا بقول لحضرتك وانا جاي يعني بصراحه حتى يعني سرعتي عمال افتكر كلام جدا الله يرحمه الشريعه والحاجات دي فقال لك ليها حق التطليق ولا يجوز ليها ان هي ترجع نفسها ان يراجعها الزوج هي ادته طعنه في كرامته راجل صحي الصبح لا انا على قد خلاص انا ما دام طلقته ما دام طلقتك فهو حق الرجعه ليه هو ولما هي بتطلق نفسها تسقط حقوقها ما عدا نفقة المتعة كأنه خلع هم بيسموه بعض الفقهاء في مصر هنا الطلاق الخلعي الطلاق الخلعي اللي هو زي اللي على الإبراء عشان بس نقول لكل زوجة وانت بتكتبي وثيقة الزواج القسيمة ما تقوليش العصمة تبقى في إيدي مش عايزين العصمة في إيدك خلاص العصمة تبقى في إيد الرجل عشان يقدر يحافظ لك على حقوقك ويحافظ عليك بالله عليك كويس أنت فكرتني لأن في مشاكل بتحصل بقى في إبلي وبحري وفي القاهرة هو كل يعني اغلبيه مأذين مصر اصحاب انا عارف الوقت في مشكله المأذين بيعملوها بيكتبوا المسمى بينانا ده عشان يهربوا من رسوم الناس بيضيع الحقوق. خلينا نتكلم في قائمه المنقولات. طب هو وقتنا خلص ان شاء الله هنكمل ان شاء الله مع حضرتك ان شاء الله في الحلقه الجايه باذن الله. انا كنت سعيد بحضرتك اتكلمنا في مواضيع كتيره جدا وان شاء الله هيبقى لينا لقاء مع حضرتك تاني نكمل بقيه الحاجات بتاعتنا ما خلصناش الحاجات اللي ورانا. شرف لينا ان شاء الله كنت سعيد مع حضرتك جدا في هذه الحلقه واتمنى ان شاء الله تكون معنا في حلقات اخرى باذن الله. اعزائي المشاهدين في نهايه هذه الحلقه لا يسعنا نتقدم بالشكر للمستشار وليد عبد الحميد. يا رب حلقتنا تكون عجبتكم النهارده اتكلمنا في مواضيع كتيره جدا تهم الاسره المصريه. يا رب يصلح الحال بين جميع الاسر المصريه وتختفي حالات الطلاق وحالات الخلع وان شاء الله يعيش المجتمع المصري كله في امان ورعايه من الله سبحانه وتعالى. على امل وعد ان يتجدد اللقاء معكم كان معكم هاني الفرماوي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.